ثلاث تيقن منها: لا راحة في الدنيا، ولا سلامة من الناس، ولا نجاة من الموت. وثلاث اعقد قلبك عليها: لا تعلق قلبك بغير الله، ولا ترفع سقف توقعاتك من الآخرين، ولا تتحسر على ما فات. وثلاث هي ميثاق العلاقات، اختصرها نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث قال عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت، هذه مع الله جل في علاه، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، هذه مع النفس، وخالق الناس بخلق حسن، هذه مع الناس. وثلاث من أراد السعادة والراحة والطمأنينة فعليه بها: أولا الإيمان بالله جل في علاه والرضا بقضائه على كل حال، فالرضا بالله بلسم الجراح وشفاء الأرواح. والثانية صدق التوكل على الله جل في علاه وحسن الظن به والإكثار من ذكره دائما وأبدا. قال الله جل في علاه: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. كلنا نحرص على السبق في ميادين الحياة، ولكن ماذا عن ميادين الآخرة؟ هذا سبق الآخرة لمن أراد جنة عرضها السماوات والأرض أعدت المتقين. قال عليه الصلاة والسلام: سبق المفردون. قيل: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. الثالثة أن تعلم أن الدنيا دار بلاء لا دار جزاء وعطاء، وأن المؤمن كل أمره له خير، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. ختاما: والله ما ضاق بالمرء أمر واستعد له بطاعة الله إلا جاءه الفرج، ولا أناخ بباب الله ذو ألم إلا تزحزح عنه الهم والحرج.